كانت أجهزة الكمبيوتر الأولى بحجم غرفة كاملة، ثم تم تطويرها لتناسب أسطح المكاتب. أما تصميم الأحداث فهو جهاز محمول يمكنك حمله والتنقل به بكل سهولة، مما لا شك فيه أن صناعة اللابتوب تعد عملية معقدة تطلب دقة عالية وتنسيقا بين العديد من الأقسام لضمان إنتاج جهاز عالي الجودة يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات. واليوم أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة أصغر حجما وأكثر قوة وأعلى تطورا من أي وقت مضى. ولكن هل تساءلتم يوما عن كيفية صناعة اللابتوب والمراحل التي يمر بها؟ دعونا نعرفكم في البداية على دماغ الكمبيوتر المسمى باللوحة الأم. كلوحة دوائر مطبوعة تحتوي على نمط معقد من الخطوط والوسادات المصنوعة من النحاس. هذه الخطوط تشكل الأسلاك التي تربط بين المكونات الإلكترونية المختلفة التي يتم لحامها لاحقاً باللوحة الأم لضمان اتصالها وتشغيلها بشكل متكامل. في عملية التصنيع توضع اللوحة الأم داخل آلة متخصصة تستخدم قالباً لتخطيط دقيق للمكونات على سطح اللوحة. يتم بعد ذلك تطبيق معجون اللحام من خلال الفتحات المخصصة، حيث يستخدم لتثبيت المكونات على اللوحة بدقة وضمان توصيلها الكهربائي الفعال. بعد ذلك تقوم كاميرا فحص الجودة بالتقاط صور لمعجون اللحام المطبق على اللوحة الأم، وترسل هذه الصور إلى الكمبيوتر لتحليلها وفحصها بدقة بحثاً عن أي معجون مفقود أو أي أخطاء أخرى قد تؤثر على جودة المنتج النهائي. إذا اجتازت اللوحة هذا الفحص يتم تركيب المكونات الإلكترونية على اللوحة في غضون 30 ثانية. بعد تركيب المكونات تمر اللوحة عبر فرن متخصص يذيب معجون اللحام، مما يثبت المكونات باللوحة بشكل دائم وفعال. بعد ذلك يجرى فحص آخر بالكاميرا للتأكد من أن المعالج قد تم لحامه بشكل صحيح وأنه لا يوجد أي مكون مفقود أو في غير مكانه. يقوم الفنيون بعد ذلك بتجميع النصف العلوي من الكمبيوتر المحمول يدوياً كوضع طبقة الحماية على شاشة LCD وتوصيل الكابل الذي يربط شاشة LCD باللوحة الأم وتركيب الشاشة في الإطار وتركيب وحدة الكاميرا والميكروفون وغيرها من المكونات. وفي النهاية يتم إخفاء جميع المكونات داخل غطاء القاع الخاص بالهوائي وتأمينها بغطاء علوي لضمان حماية الهوائي والمكونات الداخلية. بعد ذلك يتم الانتقال إلى تجميع النصف السفلي من الكمبيوتر المحمول. في هذه المرحلة يثبت الفنيون الغطاء العلوي على مفاصل مجموعة اللوحة واللوحة اللمسية، مما يضمن اتصالا محكما وسلسا بين الأجزاء المتحركة. بعد ذلك يتم تثبيت مكبرات الصوت اليمنى واليسرى بدقة داخل الغطاء العلوي لتقديم أفضل تجربة صوتية ممكنة. الآن تعود اللوحة الأم إلى المشهد. بعد الفحص الدقيق يقوم جهاز توجيه متصل بالكمبيوتر بعمل فتحات لاستيعاب مراوح التبريد التي تمثل دورا حيويا في منع ارتفاع درجة حرارة الجهاز، نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب تولد حرارة أكثر بكثير من الأجهزة العادية. بعد التأكد من أن براغي المروح مشدودة بإحكام يتم وضع اللوحة الأم بعناية داخل الغطاء العلوي، ولضمان الاتصال السليم بين المكونات يتخذ احتياطات إضافية لمنع أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت من التداخل مع الاتصالات. وكإجراء احترازي يقوم الفنيون بتنظيف موصلات وحدات الذاكرة باستخدام مذيب خاص، ثم يجففونها بالهواء المضغوط للتأكد من خلوها تماما من أي شوائب. بعد ذلك يتم تركيب وحدات الذاكرة إلى جانب وحدة واي فاي وبلوتوث والقرص الصلب. كل هذه المكونات يتم تركيبها بدقة لضمان الأداء الأمثل للكمبيوتر المحمول. يتم توصيل بطارية عالية السعة باللوحة الأم. وآخر مكونا يتم تركيبه هو لوحة المفاتيح التي يتم تثبيتها بدقة في الفتحة المستطيلة
المخصصة لها في الغطاء العلوي للنصف السفلي من الجهاز، لتقوم بعد ذلك آلة الحفر بالليزر بإضافة المعلومات المطلوبة على المفاتيح مثل الأحرف والأرقام والرموز. في النهاية يقوم جهاز آلي باختبار العديد من الوظائف لضمان أن الجهاز يعمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك يتولى فريق مراقبة الجودة اختبار مجموعة من الوظائف الأخرى للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح قبل أن يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.